السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نكمل الدرس فيما يتعلق بالتعليق الموجز على صحيح الإمام مسلم القشيري النيسابوري، وهذا الكتاب يعد أصح كتاب بعد طبعا أصح كتاب بعد كتاب الله وصحيح البخاري، ثم يأتي بعده صحيح الإمام مسلم رحم الله الجميع. السلام. وقد توقفت عند قول عند حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكما تقدم أن التبويب يكون اجتهاد من الشراح، فالنووي رحمه الله تعالى بوب لصحيح الإمام مسلم، أما الكتب فهي من الإمام مسلم رحمه الله تعالى، أما التبويب فهو يأتي من الشراح كما تقدم. هذا هنا كما في شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وذلك بعد أن تقدم الحديث عن حديث جبريل عليه الصلاة والسلام، عندما أتى جبريل بصورة رجل وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان والإحسان، فأجابه صلى الله عليه وسلم، ثم سألوا عن أشراط الساعة وأجابه. يأتي الحديث هذا الذي بعده والذي بين أيدينا، حديث طلحة بن عبيد الله. طبعا حديث جبريل طرقه يعني أكثر من طريق وأكثر من بعض في أكثر من طريق، فتكلمنا عن الحديث حديث جبريل، ونتحدث الآن عن الحديث لطلحة بن عبيد الله. ونسيت أن ننبه أن هذا الدرس هو الثاني من الدروس في شرح صحيح الإمام مسلم رحمه الله. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي سهيل عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد سائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع وصيام شهر رمضان. فقال: هل علي غيره؟ فقال: لا، إلا أن تتطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد جميعا عن إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبي عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث نحو حديث مالك، غير أنه قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق، ودخل الجنة وأبيه إن صدق. هذا الحديث حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، يقول: جاء رجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام من أهل نجد. أنا نجد هي ما نجد مرتفعة من الأرض يطلق عليه نجد، وهناك نجد هي اليمامة، يعني اليمامة التي هي الرياض، وهناك نجد العراق. فقال: من أهل نجد سائر الرأس، وهذا الذي أتى من نجد يعني من نجد اليمامة من الرياض، من هنا يعني. قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد سائر الرأس، يعني رأسه منتفش، نسمع دوي صوته، يعني من بعيد ينادي، من بعيد ينادي، ولا نفقه ما يقول،
يعني ما نفهم ماذا يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات في اليوم والليلة، يعني تؤدي خمس صلوات في اليوم والليلة، الفجر والظهر والعصر إلى آخره. فقال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع، وصيام شهر رمضان، تصوم شهر رمضان. فقال: هل علي غيره؟ فقال: لا، إلا أن تطوع. وذكر له النبي عليه الصلاة والسلام الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. هذا الذي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا أزيد عليه ولا أنقص منه. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، يعني الفلاح هو أنه يفوز بالمطلوب وهي الجنة، وينجو من المرهوب وهي النار. هذا الفلاح، يعني فالفوز، الفلاح هو الفوز. اللهم السلام. طيب، الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا، هذا الصحابي الذي سألها قال له: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. تحدث العلماء في هذا الحديث، يعني الآن تحدث العلماء من ضمن الكلام، قالوا مثلا: ما حكم صلاة الوتر؟ فالمعروف أن صلاة الوتر سنة مؤكدة، هذا الصحيح، إن أتى بها الشخص فالحمد لله، إذا لم يأتي بها فيعني ليس عليه شيء، لكنها في نفس الوقت هي سنة مؤكدة. لكن الإمام أبو حنيفة رحمه الله يذهب إلى وجوب صلاة الوتر. فالعلماء تحدثوا عن الاستثناء هنا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابي: خمس صلوات في اليوم والليلة، قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. من قال إن الاستثناء متصل كمذهب الإمام أبو حنيفة فيوجب الوتر، ومن قال إن الاستثناء منقطع لا يوجب الوتر، والصحيح أن الاستثناء منقطع، فالشخص لا يجب عليه إلا الصلوات الخمس بالنسبة للصلوات، وإذا أتى بالوتر فهو أفضل وأحسن وهو سنة مؤكد. هذا ملخص الكلام. طيب، هذا الرجل أدبر رضي الله عنه ويقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. تحدث العلماء: ولا أزيد على هذا. قال بعضهم: يعني لا أزيد على هذا، يعني ما أجعل الفجر مثلا ثلاث، هذا قول. وقال بعضهم: لا أزيد على هذا، يعني هذا الكلام الذي قاله لي النبي عليه الصلاة والسلام لا أتجاوزه ولا أنقص منه، سأمشي على ما يعني وجهني به النبي عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. هذا انتهى الآن. الذي بعده الرواية الثانية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أدبر الرجل قال صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق. وقبل أن نبدأ بهذه المسألة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن نبدأ بهذه المسألة، لو أن شخصا دخل المسجد مثل دخولكم قبل قليل، فإنه يركع ركعتي المسجد، يعني تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى يصلي ركعتين. طيب، لو أن الشخص دخل الآن والناس يصلون صلاة العشاء، هل يذهب ويصلي تحية المسجد؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلس حتى يصلي ركعتين. نقول: لا، لأن المقصود بالصلاة أن تشغل البقعة بالعبادة، أن تشغل البقعة بالعبادة. فأنت إذا دخلت والناس يصلون العشاء فإنك تدخل معهم في صلاة العشاء، وفي ذلك شغلت البقعة بالعبادة، شغلت البقعة بالعبادة. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أفلح وأبيه إن صدق. الآن هذا وأبيه قسم حلف، هل يجوز للإنسان أن يقسم من غير أن يطلب منه الشخص أن يقسم؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم أقسم مع أن لم أحد، يعني هو صادق بدون قسم، ولكن أراد صلى الله عليه وسلم أن يؤكد الكلام فأقسم صلى الله عليه وسلم،
وقال أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق. طيب، عندنا الآن موضوع آخر، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم قال أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق. والمعروف أنه لا يجوز أن يحلف الشخص بالأب، والرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حلف قال وأبيه إن صدق، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم، وقال صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، وقال من حلف غير الله فقد أشرك. كيف يجاب عن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح وأبيه إن صدق؟ أجاب العلماء بأجوبة مختصرة ثم أقرأ عليكم، وهو الذي نختم به الدرس، كلام ابن عثيمين رحمه الله في شرح على صحيح الإمام مسلم. اختصار الكلام، قيل أنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال أفلح وأبيه إن صدق، أن هذا الكلام قبل النهي، قبل النهي عن الحلف بالآباء. وقيل إن أفلح وأبيه إن صدق أن العرب تطلق الكلمة من غير أن تقصد بها الحلف. وقال بعض العلماء أفلح وأبيه إن صدق هي تصحفت من كلمة أفلح والله إن صدق، أفلح والله إن صدق، لأن لما تكتب أفلح وأبيه قريبة من كلمة والله، أفلح والله إن صدق. وقيل إن أفلح وأبيه إن صدق هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل إن المقصود، وقيل إنه لا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مثل بعض الناس يقسم بالأب تعظيما للأب، فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون في قلبه شيء أو أحد أعظم من الله، أعظم من الله. هذه هي الأجوبة، ونقرأ عليكم الآن. وقال بعضهم نعم، وقال بعضهم إن خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الآن نشوف الآن كلام ابن عثيمين رحمه الله في شرح المسلم. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن عثيمين رحمه الله أفلح وأبيه إن صدق إشكال من وجهين. لماذا أقسم هذا؟ قلناه لماذا أقسم من غير أن استقسم؟ قلنا لتأكيد الكلام. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقدم نهى عن يحلف الشخص بغير الله. ما هو الجواب؟ قال ابن عثيمين الجواب الأول أنه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يبعد أن يعظم أباه كما يعظم مولاه، فالرسول صلى الله عليه وسلم معروف أن رب العالمين أعظم في قلبه من الأب، فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. والوجه الثاني أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عثيمين لكن هذا القول مرجوح، أيضا من ضمن الأجوبة قال ابن عثيمين أن هذا مما يجري على اللسان بلا قصد، لأننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهى عن الحلف بالآباء لن يحلف بالأب عن قصد، وإنما ذلك ما يجري على لسانه، وما يجري على اللسان بدون كسب القلب فإنه لا عبرة به، لأن الله تعالى قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بكسبت قلوبكم، والآية الثانية ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وإذا لم يكن عن قصد فإنه معفو عنه. وهذا الجواب قال أيضا ابن عثيمين فيه نظر. ثم أيضا ذكر يعني قال الجواب الرابع وهو أضعف الأجوبة أن الحديث حصل فيه تحريف، وأن لفظه وأن لفظة وأبيه أصلها والله، يعني أفلح والله إن صدق، لكن لما كان الكتاب فيما سبق لا يعجمون الكلمة اشتبه عليهم كتابة والله، يعني لا يضعون فيها النقط بكتابة وأبيه، لأن النبرات فيها واحدة، لكن هذا القول ضعيف جدا جدا. طيب، ماذا قال ابن عثيمين في الأخير؟ قال أقرب الأجوبة هو الجواب الأول، وأن قول صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق أنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. ثم أقرب الأجوبة الثالث، وأن هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم يجري على اللسان بدون ما يقصد به الحلف صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عثيمين أيضا والقاعدة الشرعية أنه إذا تعارض محكم ومتشابه، المحكم مثل أن الرسول قال لا تحلفوا بآبائكم ونهى عن الحلف بالآباء، وقال من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، إذن فلا يجوز أن يقسم الإنسان بالأب أو بالنبي أو بالأمانة أو بالشرف أو بالآخره، لا يقسم إلا بالله.
لكن القاعدة الشرعية أنه إذا تعارض محكم وهو المحكم وهو النهي عن الحلف بغير الله ومتشابه كما عندنا في الحديث هذا فالواجب تقديم المحكم، فعندنا نص محكم لا اشتباه فيه وهو النهي عن الحلف بالآباء فنأخذ به وندع هذا المتشابه ونقول إن تيسر لنا الجمع بوجه مقبول أخذنا به وإن لم يتيسر إلا على وجه مستكره فلسنا بملزمين به وعندنا نص محكم. فإن قيل ألا يصلح أن يكون هناك حذف وتقديره ورب أبيه، قيل بعد أيضا من ضمن الأجوبة أن التقدير أفلح وأبيه، التقدير أفلح ورب أبيه إن صدق. طيب قال ابن عثيمين قيل هذا لا يجوز أن نقول به، لأنه إذا كان هذا هو الصواب وعدل النبي صلى الله عليه وسلم عنه إلى تعبير يوهم صار هذا خلاف تبليغه صلى الله عليه وسلم وفصاحته. وها هنا أمر يجب التنبه إليه، وهو أنه لو جاز تقديره لغة مثلا أو احتمال عقلا فإنه لا يجوز بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن أفلح ورب أبيه واضح الجواز بينما أفلح وأبيه مشتبه، فكيف يعدل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللفظ الواضح اللفظ المشتبه مع أنه صلى الله عليه وسلم مأمور بالبلاغ المبين كما قال تعالى فإنما عرسون البلاغ المبين. وإنما ذكرنا ذلك لأن بعض العلماء يذكر بعض الأجوبة للتخلص من الإشكالات التي ترد عليه في الحديث دون أن يفكر فيما يترتب على ذلك. المقصود خلاصة الكلام أن ابن عثيمين يقول أقرب الأجوبة في قول يفلح وأبيه صدق أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو أن هذا مما يجري على اللسان بدون قصد. ويكون خلاصة الكلام أيضا أنه لا يجوز للشخص أن يقسم ويحلف بغير الله سبحانه وتعالى، وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم فهذا إما أن يكون خاصا به أو يكون هذا مما يجري على اللسان بلا قصد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون وسيء الأسقام، نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، نعوذ بك من تحول عافيتك وزوال نعمتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك، اللهم انصر به دينك وعلي به كلمتك، اللهم وفقه ولي عهده لما تحب وترضى، وصلى الله على نبينا محمد وصحبه أجمعين.